السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. بدأت أشوف بعض الحركات كده في برنامج سكراتش. أقول لكم مثلا أنا عايز أبدأ بأن أنا أخلي القط ده يقف في منطقة محددة، فممكن أقول له go to the random position، تمام؟ أو ممكن تظبطها مع الماوس بحيث أن أنت طول ما الماوس شغال هو يبدأ يمشي وراء الماوس، تمام؟ خلينا نقول له مثلا هيت، تمام، بحيث ان هو يمشي مع الماوس. طيب انا عايز يمشي مع على طول، فممكن اروح مزود فوريفر اهيت ونشغل، هتلاقي كل ما الماوس بيروح مكان هيروح للمكان دوت. لا انا عايز اعمل حاجه ثانيه، خلينا نيجي هنا واقول له جو تو، تمام، هيروح هو للمكان دوت. طيب ممكن نقول له خلي ده للزيرو والزيرو، هيروح هو لنقطة الزيرو زيرو دي اللي هتبدأ معايا. أيا كان مكان القط هيبدأ من الزيرو زيرو كده، هيتحرك في الموجب اكس، وهنا في السالب اكس، هنا في الواي موجب، هنا في الواي سالب. طيب ممكن بقى ان انا يبقى عندي مثلا اكتر من شكل للقط دوت. لو جينا هنا ممكن تلاقي اكتر من شكل، ممكن تعمل شكل جديد، ممكن تعمل تحط شكل بالكاميرا، ممكن تعمل ابلود لو عندك شكل، ممكن تيجي على شكل فيهم وتعمله دوبليكيت والشكل التاني ده تغير فيه اي حاجة. يعني تريك ان انت تعدل فيه الشكل زي ما انت عايز، تمام، بلاش ديت، تمام. ممكن مثلا نعمل سيلكت على ديت وتبدأ تعدل فيها شوية، او نخلي فيه مثلا ميرور للشكل ده كله زي ما انت عايز اهوت، تمام. طيب خلينا نرجع كده. يبقى انا هنا عندي كذا كذا شكل اقدر اتنقل بينهم زي ما انا عايز. طيب نتنقل بينهم ازاي؟ هتلاقي عندي هنا حاجة اسمها سويتش، خلينا ننزل اهوت، تمام. ممكن تقول له روح للشكل الاولاني اللي هو دوت، تمام. وخلينا ناخد بقى فور ايفر بحيث ان هو بعد ما ياخد الشكل الاولاني يبدا يغير. طيب خلينا نقول له مثلا نيجي هنا نقول له اتحرك مثلا موف، اتحرك مثلا 10 خطوات مثلا، تمام. طيب لما هو يتحرك ياخد الشكل اللي بعد كده، اقول له خد اتحرك 10 خطوات وبعد كده خد الشكل التاني اتغير. وطيب لو احنا افترضنا ان هو وصل للحافة، يبقى نروح كده للقاعدة بتاعت F، طيب خلينا نشغل، تمام. انا قلت له هنا خش خد الشكل الاولاني، تمام. اول حاجة يعملها ايه؟ اول حاجة يروح للزيرو زيرو، واخد بالك من الحاجة اللي حصلت؟ اول حاجة يروح للزيرو زيرو وهيروح للشكل الاولاني، وبعد كده هيخش بقى في لوب. اللوب اللي هو عبارة عن ايه؟ هيمشي 10 خطوات ويروح واخد الشكل التاني، ولو اصطدم بالحافة يقلب نفسه بالشكل ده. فاحنا كده عرفنا نعمل حركة في الكائن، نقدر نخليه يتحرك مثلا اهوت، تمام. طبعا لو جيت هنا مثلا غيرت خليت دي 100 وهكذا 200، طيب 500 500 في التليفون.